أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي خلال ندوة صحفية التي جمعته بوزير الحج السعودي في أول زيارة له للجزائر أن هناك تعامل كبير مع سلطات المملكة العربية السعودية لقدوم الزائرين للبقاع المقدسة وتسهيلات جديدة. التغطية لسيد أحمد هادي. وبهذه الإرادة وهذه المحبة وهذا الشوق والذوق وجدنا تعاملا كبيرا مع سلطات المملكة العربية السعودية لتسهيل قدوم الوافدين والزائرين لتلك البقاع المقدسة. ولا شك أن هذه الزيارة التي هي الأولى من نوعها حيث يزور وزير الحج والعمرة الجزائر، لا شك أنها ستسهم في تطوير الخدمات لإخواننا الحجاج والحاجات والمعتمرين والمعتمرات، خاصة وقد أشار معالي الوزير بأن هناك تسهيلات جديدة، تسهيلات كثيرة يكون تجسيدها إن شاء الله بعد زيارة الوفد التحضيري إلى المملكة العربية السعودية لكي يقفوا على تفاصيل أخرى ستوافون بها في وقت